طبعا كتار منا بيهتموا بالحيوانات الأليفة داخل بيوتهم، وكمان ببرنامجنا نحن نحكي عن الحيوانات الأليفة وغير الأليفة. أنيمال تيلز مع بشارة كل يوم أحد مثل هالوقت، واليوم رح نحكي عن توكسوبلازما، ما بعرف شو بيسموه، إذا فيروس ولا بيسموه مرض، ما بعرف شو هو، نحكي عنه أكثر مع دكتور جايل أبو غنام، طبيبة نسائية حضرتك. طبيبة نسائية. طبيب النسائي. اوكي، لانه رح احكي عن هالموضوع، لانه بتعرفوا انتم الحوامل بيقولوا بعده اوقات على البقدونس، زمان رح حدا بسينه بعده على الخضره بعده، هول المعترف فيهم او بنحكي فيهم المتنقلين شعبيا، بنتعرف عليهم اكثر مع دكتور جايل وبشاره بانيمال تيلز. بشاره صباح الخير. صباح النور جدا دكتور جايل، اهلا وسهلا فيك. يعني الموضوع هو شائع وبيهم الكل تقريبا. اول سؤال بيطرح نفسه قبل ما بلش بشاره واترك له الحديث، لقاله ليش بيقولوا لنساء الحوامل بعدوا عن الخضره وبعدوا عن البسينات والكلاب؟ لا، هن ما بنقول لهم بعدوا عن الخضره، لا اذا كانوا مصابين فيها قبل. مزبوط 100%، بنقول لهم انتبهوا على الاكل اللي بتاكلوه، يعني خصوصا الخضره والفواكه، من وراء هالتوفايله يعني بارازايت اللي هو التوكسوبلازما اللي هو بتلاقى بخروج البسينات. قد ما تغسل ما بيروح؟ برا اكيد اذا تغسل بيروح، بس مش هيك عندهم هالاحساس الحبالة انه انتبهوا من البسينات، اذا في بسينة حدهم دغري بيخافوا. مش هيك طلب مني بشارة اجى احكي عن هالموضوع، لانه ما لازم نخاف هالقد من البسينات نحن وحبل. يعني هو الموضوع جزاف كيف صارت الخبرية. اتصلت في احد النساء من كم اسبوع وعم بتخبرني انه في عندها بسينة بالبيت وهي بتحبها كثير ومعلقة فيها كتير ومضطرة تتخلى عنها لهيدي البسينة لأنه هي صارت حامل. أوكي. فهون كانت الصدمة الكبيرة، أنه نحن طبعا بهمنا أنه البسين ما ينكب بالشارع وما يتبهدل، بنفس الوقت نحن ما بدنا يكون في خطر على بيبي أو على البيبي على هيدا. فقبل ما نجي نحكي بالموضوع قلت لحالي اتصل بشخص أخصائي يلي هو كان دكتور جايل، ودكتور جايل هي طبيبة نسائية وأخصائية توليد وعقم. اوكي، فعندها خبره كثير كبيره بالموضوع. اوكي، والسؤال كان انه هل يا ترى هذا الموضوع هو بشكل خطر حقيقي بدنا نخاف منه لازم نحن اليوم نرتعب، ولا هل يا ترى هو من الخرافات؟ فدكتور جايل بالمقابل حبت تعمل احصاء، يعني حبت تشوف عندها على الانستغرام، عندها انستغرام اكاونت في ناس بتابعوها بيهتموا بالمواضيع النسائيه. سالت فيه انه هل يا ترى اذا واحد عنده بسين بالبيت وعنده سيدة حامل لازم يحافظ على بسام البيت ولا لازم يتخلى عنه؟ وكان الجواب مخيف، 40% من العالم بيعتقدوا انه البسان اذا كان موجود بالبيت هذا البسان هو بشكل خطر. بس هو بشكل خطر اذا مو اذا كان عنده إيه؟ خلينا نشوف سوا هلا بالموضوع، لانه التوكسوبلازما هي شيء شائع بكذا طريقة بالحياة اليومية، والانتقال تبعه خلينا نشوف مع دكتور جايل كيف ينتقل. اول شيء خلينا نعرف شو هو توكسوبلازما اذا فينا نبلش. هو توكسوبلازما هذا التوفايله اللي بتتلاقى بخروج البسينه، فيها تتلاقى كمان على التراب، مش هيك بنلاقيها على الخضره وعلى الفواكه، ومش هيك نحن بنقول لهم للحباله انه انتبهوا كثير على اكلاتهم. بس هو مشكلته هالتوفايله اذا نحن لقطناه ما بنعرف، ما بيعمل عوارض عند الادلت. شو بيعمل؟ بيعمل عند البيبيز، يعني بينتقل من المرأة الحبلة عند البيبي تبعها من الخلاص، بس المرأة هي ما راح تعرف انه شو بيصير له البيبي، شو بيطلع؟ شو بيصير له؟ بيصير له معقول يكون عنده مشاكل بالدماغ او كل الجهاز العصبي، ومشاكل بالعيون، يعني بيخرقوا ممكن ما يشوفوا، او عندهم ايه بيسبب مشاكل كثير كثير عند البيبي. مشان هيك نحن يعني شوي عم نخوفهم انه من هذا. ليه بيقولوا اذا صايبها للمرأة الحامل قبل ما تكون حامل ما بيأثر؟ بتصير عندها مناعة. فما بترجع بتلقطة. فمش هيك نحن هاي اول فحص نعمله اول ما تحبل المراه، انه اذا عندها مناعه بنقلها طمني بالك ما فيك ترجعي تلقطيها، اذا ما في مناعه ساعتها هون بدنا نعطيها البريفنشن انه شو ما لازم تعمل وشو لازم تعمل تما تلقطها. نعم. هون حتى نكون واضحين نحن، اذا السيده للمشاهدين، اذا السيده كان في عندها توكسوبلازموز قبل الحمل وتعرضت لشو ما كان، ما في عندها مشكل. ما في مشكل، يعني اوريدي اذا هي عندها بسينه مربيتها بالبيت يعني صح. يعني اكيد لقطتها مش بالضروره، حسب البسينه. حسب البسينه، يعني البسينه اللي طلقت توكسوبلازموسس جوزيف بدها تكون لقطتها من شيء، يا بيجي من الاكل اذا بتاكل اكل ني، اما بتتصيد برا، اما شيء. ساعتها ممكن السيده تكون بهالبيت عنده نجاة توكسوبلازموز وخالص الخبريه. نعم.
وممكن تكون لبسينة إذا عايشة بالبيت ما يكون عندك توكسوبلازموس كل حياتها. يعني أنت عم تحكي كمان عن ني، يعني ني مثل إذا كانت مع الخضرة. إيه مزبوطة. هو لبسينة مش بس الوحيد اللي عنده إياها لهالبوايدة تبع البارازايت، كمان في الغنم والخنزير عندهم إياها، مش هيك بنقول لحمة نية فيش؟ لا عندهم شيء تاني الفيش. خلينا ما زال عم نحكي عنها، في عنا صورة بتساعدنا نفرجي المشاهدين أكثر عن اللايف ستايل، اللايف سايكل تبع التوكسوبلازموس، كيف بينتقل بين الحيوان والمضيف النهائي والمضيف اللي بينتقل من خلاله والانسان. هلا بتطلع صوره بنشوفها هيدي على الهواء. في عنا لكن المضيف النهائي اللي هو البسين، والمضيف المتوسط اللي هو فيه يكون عصفور اما جرذ اما شيء بيحمل. شو يعني المتوسط؟ شو المقصد فيه اللي عنده ممكن يكون اللي هو بالخروج تبع البسينة مثل ما عم نشوف او العصفور او العصفور؟ ما هو البسينة بده يلقط من محل كمان، ومن وين بيلقط البسينة؟ او من العصفور او من هذا المايس ماوس. اوكي. وهول بينتشروا باللحمات مثل ما عم نشوف على الصورة او على الخضرة والفواكه. وكمان في هيك وقت بتطبخ بالمطبخ كمان بدها تنتبه، لانه يمكن هي ما عم تاكل لحمه نيه بس عم تطبخها. ففي هون على الصوره كمان مبين الغراض للطبخ، يعني اذا لمستهم ممكن تلقطها. لا لازم ينحط بالتم، بس بدها تغسل ايديها، بدها تغسل ايديها منيح ما ترجع تدق بتمها. يعني هيدا المقصود. يعني تكون كثير واضحين بالخبريه اليوم، لبسينه بالبيت هي ممكن تكون احد المصادر تبع توكسوبلازموس. بس في عنا كمان غير مصادر اللي هن بالاكل، هي الخضره المنه مغسله. هي اللحمه اللي ممكن يكون فيها الكيست تبع التوكسوبلازموس، ممكن ينتقل هذا الشيء بخلال البروسيسنج، بخلال الشغل تبع الاكل. ومن خلال الماكولات النيه اما الخضار الغير معقمه اللي الواحد بياكله. ولكن هذا كله سوا ما بسبب مشاكل الا بخلال فتره الحمل. قد ايه فتره دكتور جايل ب 9 شهور الحمل فيها تتلقطع يعني. اوكي. ده لبسينه تحديدا اللي كنا عم نحكي فيه، انه لبسينه اذا بحال لقطت التوكسوبلازموسس هي وبالبيت، وبالحاله عم نحكي القصوى يلي يعني بيكون فيها عندنا تنقول سيده حامل ما عندها مناعه، وقط ما عنده مناعه، هذا القط لقطه. اوكي. هون دكتور جايال بهالحاله قد ايه هين ننتقل العدوى من لبسين هيدا للانسان، وشو البقايا اللي بتنعمل، وهل يا ترى مضطر الانسان يكبوا للبسين ولا شو؟ هلا لا اكيد اكيد ما تكب البسينة اول شيء. ثاني شيء هو بينتشر بالخروج، فعلى البسينة ما بيكون فيه، لانه نحن بنعرف البسينة كثير نضيف يعني بتنظف حالها، بتنظف حالها يعني فينا نغنجها ونحملها، فينا نغنجها ونحملها بس بدنا نغسل ايدينا، يعني هذا الشيء كثير مهم، يعني ما بينتشر بالدس، يعني بده يفوت على التم. هاي اول شغله. ثاني شغله ما هي تغير الليتر بوكس العلبة تبع المفضلات، تبع المفضلات اكزاكتلي، او تستعمل جلوفز او حدا تاني ينظفها. طيب لبسينة في شي فاكسين بينعمل لها انه ما يكون عندها؟ ما في ولا فاكسين للبسينة ولا في للام. ما في ابدا. طيب اذا يعني الفاكسينز اللي بنعطيهم اياهم ما دخلهم بهذا الموضوع ابدا، الكلاب عندهم اياها ولا بس البسينات؟ بس البسينة. نعم. ولا هون كمان شغله بالليتر بوكس، بس يعمل فيها لبسين يضيف فيها حاجته، هيدا الليتر بوكس اما علبه تبع الفضلات منا تلقائيا بتصير معديه، يعني اجى لبسين وسخ فيها. بس يوسخ فيها التيسير، وهدول البويضات اللي بيطلعوا بينقلوا العدوى في 4 ايام. اوكي. يعني بيكفي الانسان يغير بالبيت الليتر بوكس، يتغسل بنظافه مره كل 3 ايام اما بحد اقصى 4 ايام. والشخص اللي عم بيغيرها يغسل ايديه، ساعتها الانتقال تبع العدوى صار شيء كتير صعب. وبنا شغله تانية نعرفها عن البسينة، انه البسينة اذا لقطتها بحياتها كلها سوا هي بتنقل، بتعمل شادينج بنقول بالانجليزي، بتنقل العدوى. مش على باقي حياتها كلها، بس خلال اسبوعين. يعني تنعتبر اليوم نحن في عنا بالبيت بسينة اكلت فارة برا عندها توكسوبلازموس، هيدي الفارة نقلت للعدوى، اسبوعين البسينة بيقدر ينقل فيها العدوى على الانسان. من بعد اسبوعين ما بقى في خطر خلص. حتى لو كان في عنا مرة بالبيت ما عندها مناعة وبسين حامل المرض، الانتقال صار شبه مستحيل. طيب. يعني. اذا وصلت لعندك سيدة ممكن تعرف اذا عملتي لها فحص انه لقطت التوكسوبلازموس؟ اكيد. نحن اذا ما عندها مناعة مفروض كل شهر او ماكسيموم كل 3 شهور نعملها الفحص، نتأكد انه بهي خلال الحبل ما عم في حال لقطت بينعمل شيء؟
ايه اكيد ساعتها بدنا نعطيها علاج لها لانه بروبلي هي ما حاسه اصلا مش عارفه انه نعطيها علاج وبعدين نحن بنفحص الجنين تنتاكد انه كمان هو ما عنده يعني اذا لقطت ممكن انه ما نخليها توصل للجنين من خلال العلاج معين نعمل كل شيء نحن بنعمل مستحيل تما ما يوصل للجنين بنبلش لادويه ثانيين وكمان بعد الولاده هو بياخذ علاج نعم مش سهلة ابدا يعني لا بس شو صاير عليه بس الواحد شو اذا كانت الوحدة حامل انه تتوقع اذا مش تكب لبسين انه تعيره لحدا لكن زبطت وضعها ما هي المشكلة تبع الانتقال جزاف بصير عم نحكي يعني بدها تكون مسائبة ليك قد الشانسز ضئيلة بدها تكون مسائبة انه الواحد يكون في عنده حدا ما عنده مناعة وعنده بسين بذات الوقت ما عنده مناعة اللي هي كمان يعني البسين اذا ما عنده مناعة اجمالها بيكون عايش داخل المنزل على باقي حياته بيرجع بدها تسائب انه هيدي البسينة كمان تلقط وترجع اذا لقطت بهدول الاسبوعين اللي عم تعمل فيهم شادنج عم بتطلع فيهم الانتقال يكون في حدا غير الفضلات نعم وبلا ما يغسل ايديه بصوا الفضلات على الاكل بشي طريقه اوف عرفت يعني صعب كثير هو الفكره بس انه ما يكبوا البسينه بس يغسلوا ايديه يعني الواحد مش لازم ياكل السيده مش لازم تاكل برا ممكن كمان الاكل برا ممكن هو اكثر لازم اذا حامل تاكل بقلب البيت وبس يعني طب اذا هي تعرضت للتوكسوبلازموز قبل ما تكون حامل في شيء خطر عليها بالحياه لا بالعكس ما بيعمل شيء يعني ضروري نتعرض هو يعني هو افضل هلا نحن بلبنان عاده لانه اكلين كبه بنيه وهول في كثير من الستات عندهم مناعه على التوكسوبلازموس بس اللي ما عندهم ساعتها بدهم بين حبل وحبل يجربوا يرجعوا يلقطوها اذا بدهم اوكي هي في عوارض التوكسوبلازموس عند الانسان العادي الطبيعي اكثريه الوقت ما بيعملوا شيء فيها تعمل مثل الجريب يعني شويه حراره اوجاع بالمفاصل وجع راس بس وجع بزلاعين بس ما رح تعرف فيها انه هذا التوكسو اذا علاقه شيء بالدوده اللي بتكبر بقلب الجسم اللي بياخذوها من الني ما لها علاقه غير بويضه كليا غير طفيل اوكي للناس اللي عملوا اليوم على انستغرام قالوا 40% منهم انه بدون يكبوا لبسينة نحن بنلاقي عنا تشانس اكثر لانتقال توكسوبلازموسز بالاكل ولا بالاكل اكيد يعني الاكل اخطر من البسينة اكيد بالاكل وخاصة الخضار اللي مرقة من حدهم بسينة او فارة او عصفور مثل ما شفنا يعني بس هي علاج يعني الشغلة هينة يعني بس نغسل الخضرة والفواكه منيح نغسل ايدينا وما بنغير لتر بوكس طيب العصفور اذا بالخروج كمان بيكون عنده اياها ايه هو بس هو ما بيعطيها للانسان بيعطيها للبسينة بس يعني هو في لايف سايكل اذا بدك للبارازايت انه كل شخص بيعطي للثاني اوكي عرفت كيف يعني بده يكون عم ياكل لبسين العصفور حتى يعني هو بسينة اذا بقت كل حياتها بالبيت نعم. ما عم تظهر كمان يعني كثير قليل تتلقطها طيب التوكسوبلازموز على النار بتروح يعني اللحمة المطبوخة نعم خلص ما بقى فيها اوكي واكثر شيء فيه بالخنزير وبالخروف ايه موجودين اذا الخنزير ما بيتاكل ناي اصلا ما بيتاكل يعني انا بالنسبه لي الغنم يعني الغنم بيتاكل مشان هيك في تشديد كثير على موضوع انه ينطبخ الاكل قبل ما ينحط نعم وهون للمشاهدين اللي عندهم البسينه بالبيت فيها نعطي بعض الارشادات حتى هيدي البسينه ما تتعرض انها تلقى توكسوبلازموز هن ارشادات بسيطه جدا نعم اول شيء اذا البسينه عايشه داخل البيت والبسينه عم تاكل اكل مصنع يعني عم نحكي على بيت اما دراي فود اللي هو حبيبات الاكل الناشف يعني هي انظف يلي هن هدول بيكونوا اصلا ما فيهم ما في بلاسموس لانه معقمين ومطبوخين وكل شيء هيدا البسينه اذا نحن عملنا لها كشف عند الطبيب البيطري وطلع ما عنده توكسوبلازموز وطلعت انه هيدي البسينه بدنا نحافظ عليها خاصه بهذه الفتره ما يكون عندها بيكفي انه ما نطعميها اكل ني وما نسمح لها بس ما فيك تعمل كنترول يعني ممكن البسينه فلتانه بالبيت او قدام البيت بالشهاده ولقطت شيء يعني بدها تكون تمنع البسينه تظهر برا البيت لانه اذا ظهرت لبرا ممكن تصطاد شيء نعم ومهم كمان بالبيت يكون في عندنا البيت نظيف من ناحيه انه ما في حشرات لانه ممكن اذا في بالبيت صرصور اما في شيء حيوان جاي من برا يكون مارق على محل فيه صحيح ممكن ينقل العدوى لانه هي شيء كثير بسيط يعني مش كثير صغير ما بتقشعه العين المجرده فوالا فاذا اجت البسينه هون اكلت هذا الصرصور ممكن بهالحاله بس كمان بدك تطمن المشاهدين انه حتى لو بحال لقطت هو بس يطلع من الخروج تبعها كمان للتسكير في اربع ايام عندنا من ما بيطلع تيسير البويضه تعدي
فنحن طالما عم تتنظف الليتر بوكس بانتظام اها في اربع ايام هيدي منيح اللي قلتها. ايه يعني عامل لبسين هلا مش دغري بيعدي اوكي اربع ايام البويضات بكونوا بالعلبه الخروج ما بيعدوا رابع يوم ببلش يعدي يعني لازم يتنظف كل ثلاث ايام لكن ما تاخذوا الريسك اربع ايام حدا غير يكون مش بنسال حوامل تنظيف 100% واذا حدا هون نسي يغسل العلبه وبقيت لبس كفوف يعني اما غسل ايديه كثير منيح من بعدها لما ما توصل البويضه للتم نعم يعني الواحد تيفوت بيحتك بالبويضه بده يكون عنده انا بلاقي خطر كثير بس اليوم واحد ياكل برا بمحل منه مأكد من طريقه تعقيم الاكل نعم. والخضار محطوطه بمحلات بيكون في بنتقل من المزرعه لمحل الخضره لمحل و100 مره معرضه يمرق عليها شيء نعم هيدا الخطر هو السؤال الاخير اقل خطر على السيدات الحوامل باخر اشهر بيكون البيبي صار عنده مناعه اقوى يكون كبر البيبي تكون من اول اشهر كمشاكل للبيبي مزبوط بس بينتشر اكثر من الام للبيبي باخر اشهر لانه بصير صار في كونتاكت كثير مزبوط فبدها تنتبه هي 9 اشهر يعني ما فينا نقول بالاخر انه خلص مش الحال لاخر نهار من حبلها بدها تنتبه البيبيات الصغار بيلقطوا بيصير عليهم خطر اذا خلقوا يعني اذا عندهم ضعف بالمناعه فيهم يلقطوها بس خلص بيكونوا خلقوا يعني المشاكل اللي بتصير بالحمل ما بتصير وقت يخلقوا بالحياه اكزاكتلي جريت جوزيف ميرسي كثير ميرسي حلو كثير انترستنج كثير الموضوع دكتور جايان برافو يعني انا بهمني احنا نكون عم نوصل رساله انه مش ضروري اليوم بس احنا نخلق حياه جديده نكون عم ننهي فيها حياة مخلوق عشان احنا وياه فترة كتير لا طبعا لا بننهي حياة ابدا انا مثلا انا شو بتصرف اذا حدا بحبه بعيره لحدا او ببعد مثل ما قالت النظافة والقصص والكفوف اذا نحن ما في حدا يهتم فيه طبعا ما رح نقتله ولا نوديه على الطريق يعني بشارة ثانك يو دكتور جايال ثانك يو ان شاء الله بنشوفك كمان بمقابلات تانية معنا بعالم الصباح تشرفنا فيك اليوم لكن المشاهدين احنا وياكم مكملين عالم الصباح بتشوفوا بشارة الاحد الجاي بحلقة جديدة هم هلا رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها بنكمل مع ضيوفي وما تنسوا هبة اليوم رح تخبرنا عن المعتقدات الخاطئة او الحركات الخاطئة الرياضية ممكن نمارسها وما تفيدنا بالعكس ممكن تضرنا